أكيد كنت باغي تفرح والديك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذا الفيديو درته من أجلك، بقى معايا ومرحبا بك. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم مع الناس اللي ما حالفهمش الحظ في النجاح في مباراة التعليم، مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحقو الاقتصاد والإدارة والمحاقين الاجتماعيين، اللي ما كتبش لهم أنهم ينجحوا هذا العام وباقين عندهم فرص كبيرة إن شاء الله. صحيح أن صدمة الفشل في المحطة الأخيرة صعب جدا، لكن سرعان ما يتلاشى مع الوقت إن شاء الله للنهوض من جديد، لأن الرسوب في مباراة التعليم ماشي هي نهاية العالم، لكن الخير قادم إن شاء الله، وكن على يقين، لأنه كاملين بنا عندنا أصدقاء وصديقات اللي دوزوا التعليم مرارا وتكرارا، 5 ديال المرات، 6 ديال المرات، 7 ديال المرات، حتى المرة الثامنة مثلا عاد حن الله، كاين اللي دوزها 3 ديال المرات، 4 ديال المرات وما سهلش الله. باقي قدامك مجموعة من الفرص، ثق في راسك وثق في القدرات ديالك، وقل بأنني قادر إن شاء الله في المرة المقبلة أنني نكون أستاذ، وبقى متشبث بالحلم ديالك بأنك تصبح مربي الأجيال إن شاء الله. إذا من أهم النصائح اللي ممكن نعطيك صديقي صديقتي، أنه تتشبث بالحلم ديالك، وأنك تحاول تغير النمط ديال المراجعة ديالك للمباراة. إذا أول حاجة غادي ننصحك بها هو أنه إذا كنت محتاج أنك تخدم في هاد لابيريود من هنا حتى للمباراة القادمة إن شاء الله، حاول تخدم في شي خدمة تكون فيها قريب من الكتب، يعني أنه يبقى لك الوقت باش تراجع للمباراة ديال التعليم، يعني ما تمشيش تخدم في شي خدمة اللي هي بعيدة كل البعد عن مباراة التعليم، أو لا تترك لك وقتا للمراجعة لمباراة التعليم، واخا تخدم غير بصالير قليل، مشي مثلا خدم مع شي مول المكتبة اللي واخا ما غاديش يخلصك مزيان، لكن غادي يبقى لك الوقت وغادي تكون دائما قدام الكتب، ودير قدامك الكتب ديالك وراجع، راجع ودير لي فور كبير، دير لي فور كبير باش ان شاء الله في المرة المقبلة تكون مراجع مزيان ودوز مزيان ان شاء الله. اذا قلنا تخدم في بلاصة اللي تكون قريبة على الدراسة وتخلي لك وقت للدراسة. ثانيا انك تنظم وقتك، يعني تنظم المراجعة ديالك بالنسبة للمواد. عندك 4 ديال المواد خصك تنظم لهم الوقت باش تكون ان شاء الله مزيان، باش تراجع بشكل منظم ان شاء الله، وشوف فين عندك النقص وشوف فين كاين المشكل، شمن مادة عندك فيها النقص، ودير فيها ليفور كبير في هاد لابيريود اللي بقى وفي هاد الوقت اللي باقي، باش ان شاء الله تمكن منها وتكون اهل لها ان شاء الله في المباراة القادمة. ثالثا غادي ننصحك بالصبر، غادي ننصحك انك تكون صبور وتكون مؤمن بقضاء الله وقدره، يعني هذا قضاء الله وقدره، ممكن تكون تاهد العام قريتي ودمرتي وهذا وما كتبش، لكن كن أكيد بأنه الله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيعك وغادي يسهل عليك في المرة المقبلة إن شاء الله. ما تيأس وخليك صابر ودير كل ما في جهدك، ربي ما غاديش ينساك، الله يسر الأمور والله يوفقكم، ودائما غادي تكون قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري معكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم الدروس اللي غادي تفيدكم إن شاء الله. في النهاية غادي نختم بواحد المقولة ونصيحة لكم، هي إذا فقدت الأمل فانسج هدفا صغيرا ينتشلك من اليأس وكره الحياة. ما تيأش وما تكرهش الحياة، لأن ربي سبحانه وتعالى ما نسيكش. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.